خلال متابعتها لعمليات تمشيط وتأمين المناطق المحررة من الإرهاب، فككت الجهة المختصة أكثر من 700 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الممتدة شرق مدينة السلمية بريف حماة. وذكر مراسل الأخبار أن أكثر من 700 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين فككتها الجهات المختصة خلال عمليات التمشيط التي تقوم بها في محيط طريق أثرية ضمن المنطقة الممتدة شرق مدينة سلمية بريف حماة. وتعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعا لتأمين الطرق الواصلة بين المدن والبلدات وضمان عودة المهجرين إلى منازلهم.